حشود وصفت بالمليونية شهدتها مدن مصرية عديدة بدءا بالقاهرة والإسكندرية والعريش والفيوم والشرقية والمنيا في صعيد مصر ومرسى مطروح وضميات وغيرها استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية فيما سماه مليونية كسر الانقلاب. بالقاهرة أكبر الحشود ظلت في ميدان رابع العدوية حيث استمر للأسبوع الثالث اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بانطلاق مسيرات المؤيدين نحو الميدان من 18 مسجدا بعد صلاة الجمعة. توجه قسم من المتظاهرين إلى مقر وزارة الدفاع وكرروا مسيرات باتجاه دار الحرس الجمهوري تنديدا بإغلاق الجيش لشارع صلاح سالم في وجه المتظاهرين. بالجيزة انطلقت عشرات المسيرات وتوحدت فيما يقرب من 9 مسيرات رئيسية باتجاه ميدان النهضة، وكان من أبرزها مسيرة كبيرة من شارع مصطفى محمود. أما في شارع صلاح سالم فنجحت حشود كبيرة في اجتياز الحواجز الأمنية لتنطلق في مسيرة في المناطق المجاورة ثم العودة مرة أخرى لميدان رابعة. أما في ميدان التحرير فقد توافد آلاف المؤيدين لما أطلق عليه اسم جمعة النصر والعبور للتأكيد على تمسكهم بخارطة الجيش وما أفرزته من حكومة ورئاسة مؤقتة. أما في المحافظات في الإسكندرية فقد نظمت مسيرة عبر طريق الكورنيش لإعلان تمسك المتظاهرين بما سموه الشرعية وآليات التحول الديمقراطي. وجبت مسيرتان حاشدتان من مسجدي الرحمن وعمر بن الخطاب جنوبي المنيا شوارع المدينة منددة بما سمته الانقلاب العسكري. في الفيوم لم يختلف المشهد بخروج مسيرات داعمة للشرعية وللرئيس المعزول محمد مرسي. وفي الزقازيق في الشرقية تظاهرة حاشدة مؤيدة لمرسي أمام مسجد الفتح والمطالبة بعودته. وفي مرسى مطروح خرجت حشود كبيرة من الداعمين للشرعية عقب صلاة الجمعة في مسيرة حاشدة رفضا للانقلاب على الرئيس الشرعي للبلاد كما يقولون. وفي مدينة العريش شمال سيناء خرج الآلاف من مؤيد مرسي ورافض الانقلاب العسكري في مسيرة حاشدة وصفت بأنها الأكبر في تاريخ المدينة. ولم يختلف الأمر بالنسبة لدمياط وحلوان والإسماعيلية والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وبني سويف حيث خرجت مسيرات تطالب بإعادة الرئيس المعزول مرسي لمنصبه.